What's up, family? Welcome back to the channel, man. Today, man, we got a video called Beautiful Quran Recitation of Surat, man. We're about to get into it now. Remember, if this is your first time on the channel, make sure you go ahead and join the Watwa family. We the littest channel. First of all, we the littest family on YouTube, and that's a fact. If you don't believe me, get down in the comment section and talk to the Watwa family. They'll let you know. And also, before we get started, put a like on this video, man. And also, if you got a video you want me to react to, get down in the comment section, let me know, and we'll get to it, man. Let's go ahead and get into this reaction. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا Remember what's our family this more videos that you want me to react to and watch and get a better more understanding of the Quran get down in the comment section leave a YouTube link okay so I can go and check it out quickly I can react to it faster if I see a link والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له And it's not you who are the owners of his stores. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون Let me know what y'all think about it so far. Get in the comment section. I like to comment back, so go ahead and give me your thoughts down there, and I will definitely comment back. It's whether I'm going to comment back or you're seeing it like the comment, that means I read it. Heart the comment, that means I read it.
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجد إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون
قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي. Being able to listen and understand different religions, it's all part of the building process, all part of it being able to, you know, accept, not to tear down somebody's beliefs, you know. في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل. We're definitely all not taught to hate each other. I know me in my heart, that's not me. I'm more built around bringing everyone together. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Wow, man. Get down in the comment section. Let me know what y'all think about that. Also, if you got a video you want me to react to, get down in the comment section. Let me know, and I will get to it. And this your first time on the channel, make sure you go ahead and subscribe and join the Littest Family on YouTube. That's a fact. We are the Littest Family. And also, before we leave the channel, please put a like on this video. When I sit here and watch this video and read, you know, the subtitles, it lets you know that there's a lot of information and a lot of positivity in the beliefs of Islam and to the people of the being Muslim. It takes a lot of energy and takes a lot of pride to be a Muslim, you know. So you have to make sure you take it with pride and be strong. And be proud, you know. I definitely respect it, and I like it. It's your boy, Mr. Twa, man. I will see y'all tomorrow. Why? Because I post videos every day. So please make sure you join the with Twa family, subscribe, and also before you leave the channel, man, put a like on the video and get down in the comment sections, man. Let's go ahead and talk down there. I will see y'all tomorrow. So please take care, stay safe. With Twa. Yeah.